السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تعمل بقوة مع الصور في برنامج الاوتوكاد، ففي برنامج بيسطب بيظهر جوه الاوتوكاد، يعني يعتبر زي بلجن اسمه اوتوكاد راستر ديزاين. ده بيتعامل بقوة وبيحول صور راستر لفيكتور. لو انت دخلت في الاوتوكاد هوت بعد ما تحمل طبعا البرنامج، اول ما تدخل هتلاقي رابط اسفل الفيديو اسمه اوتوكاد راستر ديزاين. هتدخل هتلاقي في الاوتوكاد انت اصلا عندك انسيرت، هتلاقي ان انت تقدر تعمل انسيرت للصور بدون اي مشاكل خالص، تقدر تنزل اي صوره انت عايزها. طيب بس الراستر تولز بيبدا يديك ادوات كتيره جدا للتعامل مع الصور. تقدر تفتح اي صوره، تقدر تعدل فيها، تقدر تشوف الخصائص بتاعتها، تقدر تصغرها، تقدر تقطع منها، تقدر تعمل عمليات كتيره جدا على البروسيسنج على الصوره. ان شاء الله ممكن نبقى نشرح منها بعض الخصائص باذن الله في الدروس اللي جايه. المهم ان لو حد عايز يتعامل بالصور وحس ان الادوات اللي موجوده مش كافيه يسطب البرنامج دوت اوتوكاد راستر ديزاين، وهيدي قوه للبرنامج عنده. هو زي ما انت شايف متوفر 2000 من اول 2016 ل 2019.